تحية طيبة لكم مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج المشهد الاجتماعي. جمعية صناع السلام، تعمل الجمعية على بناء المجتمعات وإطلاق المبادرات والمشاريع المجتمعية وبناء الشراكات انطلاقا من الإيمان بالعمل الجماعي وأهمية دور كل فرد وكل فئة في بناء المجتمع وبناء السلام. مشاهدينا بحلقتنا بالمشهد الاجتماعي لليوم رح يكونوا ضيوفنا من الكادر الإداري في جمعية صناع السلام، طبعا منرحب فيهم ومن قلكم أهلا وسهلا فيكم ويسعد أوقاتكم. بداية من عندك دكتورة لمى دريباتي رئيس مجلس الإدارة، أهلا وسهلا فيك يسعد أوقاتك. وأيضا السيدة هلا حمادة ميسرة بأحد برامج الجمعية، يسعد أوقاتك أهلا وسهلا فيك. والأستاذ انهيار غانم من فريق الموارد البشرية بالجمعية، يسعد أوقاتك أهلا وسهلا فيك. وأيضا الأستاذ محمد طريفي مؤسس بالجمعية وأمين الصندوق، يسعد أوقاتك أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم فريق جمعية صناع السلام، لنحكي عنها الجمعية وأهدافها وفعالياتها المتعددة. بالبداية نحن وأنتم مشاهدينا رح نروح سوا لنستعرض صور تعريفية بجمعية صناع السلام ومنرجع مشاهدينا. بعد ما طبعنا بعض الصور ضيوفي الكرام رح نبدأ من عندك دكتورة لمى لنحكي عن الجمعية ونتعرف بجمعية صناع السلام، كيف بدأت الفكرة، وين بدأت، وأيضا عن اسم الجمعية. تفضلي. أوكي. الجمعية بدأت من 2014، بنهاية 2014 من فريق شبابي فني تقريبا. نحن أشخاص منوعين كدراسات بين طب هندسات آداب، بس بيجمعنا الفن، فإيمانا مننا وانطلاقا من شغفنا بأنه نشتغل شيء لمجتمعنا، اجتمعنا بأنه نستخدم الفن كأداة، لأنه هي أداة احنا بارعين فيها، ونشتغل مع بعض لننشر ثقافة السلام بالمجتمع. بدينا بالأساس نحن كنا أشخاص من اللاذقية، من حلب، من مصياف، أشخاص من ثلاث محافظات متنوعة، من ثلاث محافظات يمكن بسبب الأزمة عانت من التنميط، من نوع من أنواع الاستغراب وقت حدا من اللاذقية يشتغل بحلب أو حدا من المصياف يشتغل بحلب. حبينا نكسر هذه الصورة، نعمل جسور تواصل بين هذه المحافظات ونبدأ نشتغل مع بعض، فاخترنا اسم مناسب الرسالة اللي احنا حاملينها، فكان الاسم هو اسم صناع السلام، إيمانا مننا بأنه السوريين قادروا يصنعوا السلام، قادرين، ونحن قادرين ننشر هذه الثقافة بالمجتمع، فبدينا على هذا الأساس.
كنتوا كفريق يعني تماماً. بالبداية، وبعدين يمكن تأسست الجمعية. هلأ بدنا نحكي عن الجمعية بشكل أوسع، لكن أيضا محمد من مؤسسي الجمعية، كمان احكي لنا كيف بدأت مع هالجمعية، كيف كانت الفكرة مع مجموعة الشباب اللي بدأوا يعني من المحافظات المختلفة مثل ما ذكرت الدكتورة لما. تمام. هلأ حضيف على الشيء اللي حكيته الدكتورة لما، أنه بعد نحن ما تجمعنا كأشخاص من أكثر من مكان، من أكثر من محافظة، كان عندنا هدف ورسالة أنه فعلا نقدر نبني جسور تواصل بين الأشخاص الموجودين أو بين أهالي المناطق اللي نحن عم نروح عليها، ونعرفهم على حالنا كأشخاص مختلفين عن بيئتهم، كيف إنهم عم يتعاملوا معنا، عم يتقبلونا كأشخاص خارجين عن هاي البيئة، عم يتفاعلوا معنا. كانت أنشطتنا تتضمن مثل حفلات موسيقية بتحكي عن التراث السوري، عم نعمل بازارات، هي البازار كل يوم مشغولات يدوية، بنرسم جداريات العلاقة بتحكي عن السلام، بنرسم سوريا وطالع منها ألوان كثير متعددة، بنشتغل كمان مبادرات العلاقة بالأطفال، التعامل معهم من خلال شخصيات بتشتغل معهم أنشطة تفاعلية، إضافة لعدة أنشطة وعدة مبادرات كانت تشارك معنا ضمن الجولات. بعد ما تقريبا بعد مرور حوالي سنتين ونص او 3 سنين، بلشنا نشوف انه نحن كاشخاص بحاجه لنتنظم اكثر، صرنا ندور كيف نحن ممكن نكون لنا هويه ووجود ضمن المجتمع السوري، وفينا نمارس انشطتنا كمؤسسه موجوده ضمن سوريا. فطلعت فكره الجمعيه تقريبا فينا نقول بمطلع 2016 او بمنتصف 2016، وبلشنا نشتغل على موضوع التراخيص. حلو كتير. يعني بعدين كونتوا هاي الجمعية، الشباب الموجودين معكم من الكادر الإداري مثل ما ذكرنا، لكن يعني انضموا لكم بعد فترة من الجمعية. رح نتعرف على عمل كل شاب فيكم. تفضلي عندك هلا، كيف دخلتي للجمعية وانضميتي لإلهم؟ يعني الفكرة كيف سمعتي فيها التفاصيل، يعني كيف انضميتي وتشجعتي، ومين كان مشجعك لتدخلي، وشو عملك بالتفصيل أيضا؟ تفضلي. هلا اول شيء انا كان في اول شيء معرفه شخصيه بمحمد ولما، فكنت بعرف شوي من شغلهم، بعرف ان شو طموحاتهم، بعرف شو بعدين في افاق لعملهم، فكان شغلهم هو محفز لإلي، وكنت حابه كثير اني فوت معهم بهذا المجال، لنقدر بلحظه من اللحظات نرجع نبني سوريا، نرجع هيك الجو الحلو اللي كان بالبلد، هيك نعطي للشباب فرصه ليتطوروا. فبلحظه من اللحظات كنت حابة أكون أنا كمان عنصر فعال بهيدا المجتمع، حابة أنه نقدر نغير الجو الستريس اللي كنا عايشينه لجو مريح، لنقدر نساهم بأنه نحن هدول الشباب نخلق لهم جو ومساحة آمنة ليطلعوا الإبداعات اللي عندهم، ليطلعوا هدول الطاقات الكامنة عندهم. طيب وايضا الاستاذ مهيار، احكي لنا عن انضمامك لهالفريق او للجمعيه. كانت الجمعيه تاسست لما انضميت لإلهم، شو طبيعه عملك وكيف تشجعت لتنضم لهذه الجمعيه؟ هلا انا قبل حتى ما انضم للجمعيه كثير بسمع عن العمل التطوعي، وكثير بشوف اشخاص هيك عندهم شغف لهذا الشيء، وانا واحد من هدول الاشخاص. تطوعت بجمعيه صناع السلام، قدمنا مثل كان في استماره على الانترنت فعبيناها ودخلنا بقلب الجمعيه. كثير بحب فكره العمل التطوعي، كثير بحسها هي شيء كثير منيح بهذا الوقت، لان نحن كاشخاص بالمجمل، وحسب ما شفت بالجمعيه في كثير ناس عندهم شغف لهذا الموضوع. انا بالجمعيه بفريق الموارد البشريه بنحاول شوي نشتغل على موضوع تنظيم الفرق، حسينا انه اذا نحن عم يجي متطوعين كثير ومن مختلف الدراسات وهيك، فاذا تنظموا بفرق معينه ممكن كل فريق يطلع بانشطه وبشغلات لقدام بتكون كثير حلوه ومتخصصه شوي جوا كل فريق. فانا بساعد بهذا الموضوع شوي بموضوع التنظيم تبع الفرق، مع العلم اني انا كمان متطوع بضمن احد هيدي الفرق بالجمعيه، وهو في مجال يعني للشخص انه يكون متطوع بفريق او فريقين ليقدر يعمل شيء كثير منيح لقدام. كثير حلوه فكره ربط الفن بالسلام، هيدي شغله كثير حسيتها، وكثير هيك رساله بحسها بتلمسني. وبالجمعية نحن بنشوف قدرات الشباب والصبايا الموجودين، كل حدا شو عنده وشو فين يقدم، وبنحاول سوا نوجهها لمحل نقدر نطلع فيه بنتيجة إيجابية
وننشر ثقافة السلام بالمجتمع بشكل عام. أكيد. يعني اليوم ما عم نشوف الشباب السوريين عندهم دافع داخلي للتطوع، في جمعيات صار كتير، في مبادرات وفعاليات عم تطلع من شبابنا السوريين ليكونوا رديف للجيش العربي السوري، وأيضا واقفين مع الشعب السوري طبعا الشيء اللي عم نمر فيه نحن اليوم. نحن بحاجة لهدول الشباب السوريين. يعني دكتورة لما باعتبارك من مؤسسي الجمعية، خلينا نحكي بالبداية كان فريقكم صغير، هلأ يمكن صار عددكم كتير كبير. اليوم يعني فكرة التطوع قديش لازم تكون منتشرة، قديش لازم تكون ثقافة التطوع فعلا موجودة بالشارع السوري والمجتمع السوري بشكل عام. خلينا نحكي عن هالفكرة وأهميتها، والشباب اللي تطوعوا ضمن هالجمعية كيف كانت، أكيد أضافوا شيء للجمعية، أفكار جديدة يعني من كافة المحافظات مثل ما تعرفنا هلأ تحت الهواء، كان لكم جولات متعددة هلأ بدنا نحكي عنها. تفضلي، فكرة التطوع وأهميتها لليوم. حخبرك شيء، أنه المجتمع السوري حاليا في كل شخص له دوره فيه، فحسب عن جد وفقا لهي الأدوار الموجودة بالمجتمع كل حدا إذا بياخد دوره عن جد بنتساعد مع بعض لينبنى هذا المجتمع بطريقة أفضل. فالتطوع هو دور كتير كبير حاليا وله دور أساسي بأنه يرجع يعمر البلد، ترجع تنحل المشاكل، ترجع العالم تتقبل بعضها مثل قبل، نحكي بقيم وأخلاق كانت موجودة ولساتها موجودة بس يمكن بعض المطارح تزعزعت. فهذا الشيء كتير مهم. التطوع كتير هو بالنهاية شغف، يعني أي شخص رايح يتطوع بمكان معين فهو منطلق من مسؤوليته المجتمعية تجاه مجتمعه. يعني نحن أول ما بدينا كنا عبارة عن 12 شخص من 3 محافظات مثل ما خبرتك، كنا عن جد انطلاقنا الأساسي أنه نحن بدنا هذا المجتمع نعمل له شيء، ومآمنين أنه بمرحلة من المراحل العالم حتآمن فينا وتنضم لنا. فعلا صار هذا الشيء، يعني بدينا اشتغلنا بلادية، اشتغلنا بطرطوس، رحنا على مصياف، رحنا على حلب. بحلب كان بسبب الوضع كان 2015، فبتعرفي في وضع يعني مجتمعيا ما كتير منيح بحلب بسبب الوضع. كان في كتير تقبل من العالم لفكر تطوعي أو حتى لفكر أنه إحنا عن طريق فن عم نحاول ننشر ثقافة سلام. يعني هي الفكرة شوي حديثة يمكن بمجتمعنا، والفن بشكل عام هو أداة قوية، يعني أداة واقعية لأن توصل لكل العالم. يعني ما بيرسم بيغني، وما بيغني بيرقص، ما بيرقص بيشتغل مسرح أو بيحب يحضر المسرح. فهذا الشيء استثمرناه نحن كشباب حتى نطرحه بالمجتمع ونطرح معه قيم. فكانت يعني روحتنا على حلب من خلال الأنشطة اللي خبرنا عنها محمد قبل شوي كتير إلى نقطة تحول بشغلنا كصناع السلام أو كفريق تطوعي. أنا حابة كمان أتشكر كتير جهات دعمتنا، لأنه وقت يكون في فريق تطوعي بالنهاية إذا ما اندعمت فكرة التطوع من قبل المؤسسات والجهات فهي حتكون ما عم تلاقي مكان لتعبر عن حالها. فكتير جهات دعمتنا خلال المسيرة إن كان بحلب، إن كان بسويدا، بعدين بتركية، أمان السودية، مديرية ثقافة بحما، هاي المناطق كل منطقة رحلة كان في شريك يكون جاهز عم يدعمنا دعم لوجستي يأمن لنا مكان، فكان شيء كتير مهم. رحنا بعد حما على الشام، بعد الشام رحنا على وادي النصارى، كان في دعم من الكنيسة كمان هنيك. هيدا الجولات اللي صارت على المناطق الثمانية عطتنا قوة وعطتنا أرضية أو نواة لحتى يكون في أشخاص بهالمناطق مآمنين بالرسالة اللي إحنا بنآمن فيها. فهنن هدول الأشخاص بديوا هنن ينشروا هيدا الرسالة اللي إحنا عم نحاول ننشرها، لأنه وقت يشوفوا الأشخاص أو الحضور أنه نحن فريق من حالياً من 4-5 محافظات عم نكون متواجدين مع بعض لنوصل رسالة واحدة، فمعناها عن جد في أمل أنه نحن نرجع مع بعض نشتغل لقدام، نرجع نكون عن جد لحمة واحدة، يعني كوطن واحد وكسوريا واحدة. فهذا الشيء كتير مهم. تمام. حالياً حكمل عن مفهوم التطوع. حالياً باللاذقية بعد ما أشهرنا كجمعية، الشيء المهم انه ثقافة التطوع هي كل يعني لسه بازدياد، يعني هي عن جد ثقافة نحن عم نحاول نوصل حتى للفئات اللي هي اقل دخول بمجال تطوعي. يعني في دائما فئات بتكون عاطية اولوية لدراستها او عاطية اولوية لشغلها، فهي ما كتير تدخل بمجال عمل تطوعي، فعم نحاول نحن ندخل بهيدي الفئات كمان، يعني مثل فئة اطباء مثلا، فهي ما كتير فئة بتكون داخل المجال التطوعي لانه بحكم درسها، فعم نحاول ندخل لحتى ننشر هيدي الثقافة. والحمد لله بشغلنا مع بعض عم تنتشر، يعني وفي عنا رقم متطوعين عالي وعم بيزيد.
نعم طبعا. يعني اليوم دكتورة لما الفن فعلا هو رسالة كتير حلوة على أرض الواقع، لما بيرتبط الفن بالشيء اللي عم بتقدموه، لما بتواجد هذا الموضوع بين الشباب وبين المجتمع السوري، يعني دليل على أنه لسه الحياة مستمرة، لسه الأمل كبير مثل ما ذكرتي، وثقافة التطوع فعلا مثل ما ذكرتي اليوم عم تنتشر بشكل واسع. النتائج اللي شفتوها على أرض الواقع بعد هذه الجولات مع الشباب، سواء تشجيعهم للدخول في المجال التطوعي أو حتى ردة فعل المجتمع السوري على جمعية صناع السلام. بشكل عام النتائج، أو إذا بدي أحكي أكثر عن الأثر اللي شفناه، هو أنه صار في صناع سلام بهي المناطق. يعني صار في أشخاص مآمنين بعقلية أنه نحن حنتقبل بعض، نحن نتحاور مع بعض، نحن بنعطي مجال أنه نآمن أنه اختلافاتنا عن بعض هي غنى إلنا وليست خلاف. يعني إذا أنا عندي أمور مختلفة عن الشخص الثاني، فهذا بيعني أنه اثنيناتنا عم نغني علاقاتنا مع بعض وليس عم يكون مصدر للخلاف مع بعض. هيدا العقلية كتير بتهمنا كصناع السلام، وهيدا الشيء هو مثل نواة يكون في صناع سلام بباقي محافظات. بما أننا نحن حاليا بس باللاذقية كجمعية أو كفرع إداري لجمعية، نحن حاليا بس باللاذقية، فإحنا يعني متأملين نعول على الأشخاص الموجودين بباقي المناطق لحتى يكونوا هن أنوية ينتشروا كصناع سلام بهي المناطق. بالنسبة لردة الفعل للتطوع أو لمفهوم صناع السلام والفن، حاليا هي ردة فعل كتير يعني نحن بالنسبة لنا فخورين فيها. يعني عم نشوف إقبال المتطوعين، عم نشوف مثل ما خبرتك أشخاص هنون كتير بعاد عن مجال العمل التطوعي عم يجوا، عم نشوف دعم من دكاترة الجامعة، من رؤساء أقسام، من أشخاص هنا كمان بعاد عن مجال العمل التطوعي بس مهتمين يعرفوا الرسائل اللي احنا عم نوصلها، لأن بالنهاية الرسائل اللي عم نوصلها هي رسائل مجتمعية بتحمل قيم. يعني هي القيم مارقة على سوريا من حضارات كتير متعددة وكتير قديمة، فهذا الشيء خلق مثل جو عن جد تفاعل كتير كبير بيننا وبين المجتمع. محمد، بدنا نحكي عن الفرق اللي حضرتك اشتغلت فيها أو أسستها أو كنت يعني لك بصمة كتير كبيرة فيها، وأيضا بدنا ننوه كمان عن ثقافة التطوع بضمن هاي الفرق اللي تعاملت معها. هلا ضمن الجمعية في مجموعة من الفرق ممكن هيك اذكرهم بشكل سريع، هن مثلا فريق سيروم الطب المجتمعي اللي هو مثل ما خبرتكم لما هو بالاساس هن مجموعة اطباء ولكن ما بيشتغلوا بالجانب الطبي قد ما بيحكوا مجتمع اكثر. في فريق اسمه ديناميك التنموي الهندسي، كمان هن مجموعة اشخاص هن مهندسين يا خريجين يا ما زالوا عم يدرسوا، كمان بيشتغلوا بجانب كثير مجتمعي. في فريق اسر، هو في اسر فريق متنوع بضم اكثر من اختصاص. في مجموعات ثانيه كثير هلا عم تتشكل او تشكلت عن جديد. بشكل عام هيدي الفرق عم تشتغل لهدف واحد، هي تمكين بعضها كاشخاص ليطلعوا بفريق يكون له بصمه ضمن المجتمع وياخذ خط ويبلش يمارس انشطته. هلا بالفرق اللي عم بشتغل معه هو في فريق المسرح التفاعلي. المسرح التفاعلي هو احدى ادوات الفن، وهو كثير اداه بتساعد لتنشر ثقافه الحوار ضمن المجتمع. شو بيحكي المسرح التفاعلي؟ انه نحن بنلقي الضوء على القضايا اللي بتهم المجتمع اللي هي مبنيه على العادات والتقاليد، مبنيه على بيئات معينه، على ثقافه معينه، وحتى في امراض طلعت بسبب الضغوط او الازمه اللي مرت فيها سوريا. عم نحاول نحن نلقي الضوء على هي القضايا، نستهدف الفئات اللي هي بتهم هي القضيه ونعطيهم النتائج قدامهم لهدول الفئه، وهن يدخلوا بعمليه انه يوجدوا حل او يحاولوا مثلا يطلعوا بحلول مع بعضهم. ممكن تكون هي الحلول بوقت معين مفيده ضمن البيئه اللي هن عايشين فيها او ضمن المجتمع اللي هن موجودين فيه. هذا الشيء يعني بالنسبه للاشخاص اللي انا عم بشتغل معهم ضمن فريق المسرح التفاعلي، كيف لمست التطوع عندهم؟ بالبدايه اجوا الاشخاص ربوا استماره انه هن حابين يكونوا ضمن ورشه هي اسمها ورشه المسرح التفاعلي اللي انطلق منها الفريق. بالبدايه كان الموضوع عندهم انه هن حيجربوا شيء مصطلح جديد موجود ضمن المجتمع. بعد ما انتهينا، بعد ما خلصت الورشه وكان نتاج الورشه عرضين مسرحيه تفاعليه، دعينا اشخاص هن طلاب جامعيين ليحضروا العرضين. شافوا الاثر
الكتير مهم اللي هن تركوه عند الاشخاص. بنهايه العرض صار الجمهور يقوم يتشكر الممثلين والاشخاص اللي ادوا العروض، يحكوا لهم قديش هن بلحظه اثروا فيهم، اشخاص صارت تبكي لما شافت مشاهد معينه، اشخاص صار يستفزها امور معينه، فتحاول مثلا حاول الجمهور يتفاعل مع هذا الحدث اللي عم يصير، فكانوا الاشخاص فعلا قدرانين يقولوا رساله. الدرجه الثانيه اللي نشغل عليها او كثقافه تطوع وصلتهم لهدول الاشخاص انه هن حسوا انه بمساحه قدرانين يقدموا شيء، تمام؟ وهن بالاساس ما كان عندهم معرفه بشيء اسمه التطوع، فكان في باب منيح لانه كاشخاص انه نعرفهم على ثقافه التطوع من خلال اداه فنيه، واللي هي عززت عندهم هذا المفهوم، واللي هلا حاليا هدول الاشخاص قدموا تقريبا عرضين، وعندهم اليوم عندهم كمان عرض مسرحي تفاعلي عم يحكي عن قضيه مثلا العنف ضد العنف الموجود بالاسره. تمام. طيب هلا بدنا نحكي ايضا عن فعاليه الحفاظ على الارث والتراث السوري، اللي هي فعاليه كثير مهمه لليوم خصوصا بين الشباب السوريين. احكي لنا عن هذه الفعاليه واهميتها، وفعلا لازم تكون يعني فعاليه اساسيه بين الفعاليات المقامه من خلال الفعاليات اللي شاركتي فيها والبرامج اللي قدمتيها ضمن هالجمعيه. تفضلي. كنت بدي خبرك انا انه انا هلا اول ما بلشت اتطوعت بفريق ضمن الجمعيه اسمه فريق اثار. هيدا الفريق بيضم مثل ما قال محمد اشخاص متنوعين، دراساتهم مختلفه، بس كلهم بيجمعون هيدا الشغف والحب للعمل التطوعي، بيحبوا انه بجمعنا كلياتنا انه نحن حابين نترك اثر ايجابي اكيد بالمجتمع. بعد ما بلشت تطوع بهيدا الفريق خضعت لدوره تدريبيه تنميه، لانه من احد اهداف الجمعيه تنمية مقدرات الشباب، فنحن حضرنا أنا وعدد من الأشخاص ورشة اسمها ورشة تنمية مهارات قدرات التيسيرية لدى الأفراد. بعد ما خلصت من هيدي الورشة هلأ أنا كشخص عم يسر جلسات ضمن برنامج اسمه برنامج إرث. هيدا البرنامج بيحكي عن الحفاظ عن الإرث والتراث السوري بشكل عام، الإرث والتراث المادي واللامادي بسوريا، لأنه نحن كجمعية صنع السلام منآمن كتير أنه الإرث والتراث السوري هو كثير أداة مهمة لحتى نقدر ننشر السلام. ونحن بنشوف انه الإرث والتراث بشكله بنسبة 90% أرضية مشتركة لأي مجتمع، فنحن انطلاقا من جمعيتنا رح نركز على هالنسبة 90% اللي هي بتمثل تشابه وأرضية مشتركة لكل المجتمعات، حتى نستغل هيدي النقطة ونقدر ننشر ثقافة السلام ونقدر نطلع بأنشطة. هيدي الأنشطة بتساعدنا انه نحن نرجع نحيي الإرث والتراث السوري اللي هو شيء كثير عظيم وكثير مهم، ونرجع نضوي عليه، نرجع مثلا نطلع بانشطه وفعاليات بتساعدنا انه نحن نرجع نحيي كل هدول الاشياء والتراث الموجود عندنا بسوريا. كثير حلو، يعني مثل ما حكينا انه كثير مهم نحن نحافظ على الارث والتراث السوري، وخصوصا اليوم بين الشباب السوريين. كيف عم يكون تفاعل الشباب اليوم لهذا الموضوع بالتحديد، خصوصا انه له اهميه كبيره؟ يعني بداوا معه حاليا مع وجود جمعية صناع السلام، أم هن كان عندهم أرضية عن هذا الموضوع من خلال تفاعلك مع الشباب السوريين وإطلاق هذه الحملة اللي عم تحكي فيها اللي كتير هامة؟ كيف كانت ردات الفعل أو النتائج خلينا نقول؟ هلا الحقيقه نحن ما صرنا فتره طويله ماشيين بالبرنامج، بس كرده فعل حسينا انه في شغف كثير كثير كبير من هالشريحه الشباب لاي موضوع مطروح. حسينا انه هن كمان عندهم هيدي الرغبه انه يساعدونا بانه نحن نرجع نحيي هيدا التراث. بلحظه من اللحظات بنحس انه كلياتنا عندنا هالمعلومات، عندنا هيدا الغنى المعلومات الموجوده عندنا كافراد، عندنا شغف انه نحن كلياتنا ننهض بهيدا بسوريا، نرجع نلفت نظر العالم كلهم على قديش نحن كسوريا غنية بالحضارات، قديش مرق علينا حضارات، قديش عنا إرث وتراث كتير كتير مهم. فأي كان في إقبال كتير كتير مهم من الشباب، وهيدا شيء عم يحمسنا نحن كصناع سلام كميسرين. يعني نحن بنطلع من الجلسة وعنا شغف وعنا حماس لحتى نحضر للجلسة اللي بعدها. يعني مثل ما بتحكي إنه فعلا نحن تراثنا وحضارتنا اليوم حاضرة بنفوسنا، والشباب السوريين يعني حابين يحافظوا على هالتراث، كيف لقيت الأرضية عند شبابنا السوريين اليوم؟ عندهم معلومات حول حضارتنا، عندهم معلوماتنا غنية مثل ما بنعرف، لكن من خلال هذه الحملة بالذات يعني عندهم ألمام بالحضارة القديمة، وعم تطلعوا على المواقع تزوروها وممكن تعرفوا فيها الشباب أيضا ليكونوا أكثر اهتمام وأكثر شغف مثل ما حكيتي هلا.
هلا الحقيقه نحن لسه ما طلعنا جولات او زيارات ميدانيه، نحن هيدا من ضمن مخططاتنا. نحن عم نشوف ديناميكيه الفرق. نحن مبدئيا اربع مجموعات، نحن بدنا نشوف هدول المجموعات بدنا نحفزهم هن يطلعوا بنشاط، هن شو بيحبوا الاماكن اللي يزوروها. بس يتفقوا هن كمجموعات اكيد رح يكون في زيارات ميدانيه، اكيد رح يكون في اضاءه، اكيد في صور وفي لفت نظر على هدول المواقع. وهيك شباب هن الحقيقه عندهم معلومات غنيه كثير عن التراث. يعني ما بتعرفي هلا يعني مثل هيك عمل بحاجه دائما لتوثيق على ارض الواقع ليكونوا اكثر اهتمام واكثر المام بهيدا الجانب اللي فعلا هو مهم دائما نسلط الضوء عليه ونضوي عليه من خلال شبابنا السوريين لليوم. مهيار، حضرتك مختص بتنميه الموارد البشريه، خلينا نقول ايضا بالثقافه بشكل عام بين الشباب السوريين، بتحسين ممكن الحالات الفرديه. خلينا نحكي عن عملك وتخصصك بمجالك ضمن جمعية صناع السلام. شو كان؟ هلا انا ضمن فريق الموارد البشرية. في شيء كثير حلو انه فريق الموارد البشرية جوا الجمعية هو شيء هيك ظريف وشيء بيتطور مع الوقت. يعني نحن بنشتغل على شيء معين، بنحاول نحسن فكرة الموارد البشرية اللي هي مختلفة عن العمل خارج الجمعية. انا بساعد كثير بموضوع تنظيم الفرق، مثل ما ذكر محمد هلا عدد من الفرق الموجودين بالجمعية. من ضمن الفرق كمان في مثلا في فريق كمان الفن والسلام، في فرق متنوعه جديده رح بعد فتره بصير لها اسم معين يعني ضمن الجمعيه. من ضمن شغلي كمان انه بنعمل داتا عنا على الكمبيوتر، يعني كل المتطوعين اسمائهم، شو اشتغلوا، شو عملوا، ممكن نشاطات اللي قاموا فيها جوا الجمعيه. كل فريق بيكون بشكل تقريبي كل اسبوع بيقوم بنشاط ممكن بالجمعيه، وعندهم اجتماعات اسبوعيه وبيحضروا للاسبوع اللي بعده شو رح يعملوا هن. فهن على تواصل دائما مع بعض، بيتنظم هذا الشيء باوقات معينه مناسبه للكل. نحن جمعيه تطوعيه، كثير بهمنا الاشخاص شو الاوقات اللي بتناسبهم، ومنراعي بعد فتره مثلا في فتره امتحانات في شيء بنرجع بنجي. وفي فئه كثير حلوه بالجمعيه هي فئه الشباب، اللي نحن بصراحه بنحاول نركز عليها بقلب الجمعيه، لانه عندنا ايمان نحن انه هدول الشباب لما بيشتغلوا وبيكونوا متطوعين وعندهم هالافكار الحلوه وهالمعلومات الغنيه كثير ممكن نوصل لشيء كثير حلو جوا الجمعيه. فهيدا بالمجمل عملي كفريق موارد بشريه. يعني بشكل خاص مهيار عم تهتم بالمسائل الاجتماعيه بشكل عام، وايضا بالمشكلات النفسيه التي تمس المجتمع بشكل خاص من خلال شغلك. تعاملت يعني مع مجموعه افراد من هيدا النوع، مسائل اجتماعيه، مشكلات نفسيه، باعتبارك بضمن الموارد البشريه؟ هلا بصراحه نحن يعني اكثر من انه نسميها مشاكل نفسيه، خلينا نعتبر انه ضمن الجمعيه شو بصير شغل، شو بصير اوقات اجتماعات وهيك شغله. فنحن ما التركيز على قصه مشاكل نفسيه او هيك شيء، على قد ما هو التركيز على تنظيم بالفرق وتنظيم بالافراد، محاوله انه الناس تكون هيك، وهي اغلب الناس ملتزمه بمواعيدها وبوقتها وبجيتها على الجمعيه. فاكثر من انه مشاكل نفسيه او مجتمعيه، شغلي ضمن مع الفرق بيكون اكثر شيء. رح نحكي اكثر بالتفصيل عن هالجمعيه شباب، لكن بعد ما نروح نحن وياكم مشاهدينا لنشوف صور ايضا اثناء جولتكم بالمحافظات اللي هي 8 جولات بالمحافظات المختلفه. بنتابع هذه الصور مشاهدينا وبنرجع نكفي مشوارنا مع ضيوفنا.
تابعنا نحن وياكم بعض الصور حول جولاتكم بالمحافظات المختلفة، وهي 8 جولات. بدك تحكي لنا عنها دكتورة لما، هي كانت بعنوان شموع لأجل السلام. بكل محافظة كيف كانت يعني مبادرتكم، خلينا نقول فعاليتكم، تواصلكم مع الناس الموجودة؟ احكي لنا كل صورة من هالصور، وين كنتوا وكيف كانت بصمتكم خلينا نقول بهذه المحافظة؟ بداية حخبرك كيف طلعت فكرة المبادرة أو المشروع. تم اقتراح أنه نحن نشتغل مثل ما خبرتك قبل فن وسلام ونوصل هذه القيم، فقلنا أنه نبدأ بطريقة فنية اللي هي ممكن الهاند ميد، يعني الأمور اللي تنعمل يدويا. نبدأ نعمل جولة اسمها جولة شموع لأجل السلام، يعني معرض شموع طبعا بضم أمور تانية غير شموع، متنقل بين المحافظات وننشر فيه قيم السلام. هلأ بدينا يعني مثل ما بيبدأ أي شيء، مثل طابة التلج، بدينا صغار وصرنا نكبر شوي شوي كعدد، كأفكار، كمبادرات. يعني بدينا مبادرة آخر شيء صرنا تقريبا 23 مبادرة، يعني مو واحدة أو تنتين. الفكرة نحن بنآمن أنه الشمعة هي أصلاً ترمز للسلام، فهي الشمعة ضروري توصل لكل بيت سوري لحتى تبرهن أنه السلام لسه ممكن والسلام موجود، بس إحنا نآمن فيه بالبداية لحتى نقدر نعكسه لبرا، لأن السلام بيبدأ من جوا كل حدا فينا. صح. إذا نحن ما عم نآمن فيه فما حنقدر نحن نزرعوا هيدا الأمل بكل حدا بغيرنا. تماماً. صح. بعد ما بدينا باللاذقية مثل ما كنا عم نشوف هلأ بالصور، طلعنا على طرطوس، فبدي فريقنا شوي يكبر، بدت الأشخاص مصورين يحطوا صورهم معنا، يصوروا مشاهد بيعتبروا هنا من وجهة نظرهم أنه بتعني أو بترمز للسلام ويحطوها معنا. بعدين رحنا مصياف، بمصياف كان معنا مشاركات من طلاب فنون جميلة بحلب. بمصياف بدينا حتى نكبر نطاق المبادرة، يعني ما بقت بس معرض فني، بمصياف بدينا نطبق في شخصية اسمها نفتوش، نحنا محمد بيعملها، هي بتتعامل مع الأطفال على تفكير خارج الصندوق، توسيع مدارك الخيال، فبيشتغل معهم أنشطة على قيم مجتمعية معينة. حلو. فاشتغلناها بمصياف. بحلب كبرنا أكثر كمبادرات، اشتغلنا بحلب بدنا نشتغل جداريات. جداريات تحت اسم معين خيو. هلا عين كلمة لادقانية تراثية أساسا فينيقية، أو حتى تعني المفردات يعني أنتم استخدمتوها تعني أنظر، وخيو كلمة حلبية يعني خيو، فقلنا أنه حسمي هيدا الجداريات عين خيو حتى كل ما حدا يمرق من هذا الشارع اللي عم نرسمه فيه يشوفه. طبعا هيدا الجداريات هي تنرسم بكل سوريا جدار، يعني كل منطقة جدارية، وبس بينربطوا مع بعض بالفكرة اللي هي سوريا، وطالع منها ألوانها وطالع منها رسائل سلام بتقول السوريون صناع السلام. حلو. فهيدا كانت أحد المبادرات. في مبادرات بتحكي مثل ورشة تدريبية بتجمع أشخاص من ثقافات أو أديان مختلفة لمدة يومين، وبصير في تعريف عن عادات تقاليد تراث بعض ضمن هيدا الورشة. هذا الشيء كله كنا عم نشتغله وعم يتطور حقيقة، كيف منح شغلنا شوي شوي ضمن جولة شموع لأجل السلام. بس كانت الفعاليات كلها تحت اسم جولة شموع لأجل السلام. بعد حلب رحنا على السويدة، فكمان كملنا بنفس المبادرات، عملنا بدينا نشتغل مثل عروض تقديمية، شخص بيطلع معه 10 دقائق حتى يحكي عن فكرة تخص السلام ب10 دقائق، فهي حقيقة بتمثل مساحة حوارية بحد ذاتها، انه شخص عم يحكي وفي جمهور كامل عم يسمع هذا الشخص وعم يتحاور معه او عم يناقشه. من الامور كمان اللي بدت تطلع معنا هي احد المبادرات اسمها سلام محروف. بنعتمد بهي المبادرة على انه واقعنا هو واقع حرب وفي كثير مخلفات حرب، فخلونا نستفيد من هيدا المخلفات، نعملها اعادة تدوير بطريقة معينة ونعملها قطع فنية حتى تودي رسائل سلام. فسلام محروف هي قائمة على تحويل الهاون لرصاص لقطع فنية عن طريق مثلا الهاون حولناها لميلوية رقصة الدرويش، هاون تانية عملناها ساعة وفيها مرجيح. حاولنا نستثمر هذا الشيء بأنه نعيد تدويره بطريقة تنعرض فنيا للناس، لتقول أنه لسه في سوريين أنه بنآمن أنه نحن عجد قيم السلام هي بتعبر عننا. بعد سويدا رحنا على الشام، كملنا نفس الفعاليات، ونضاف عليهم أحد الفعاليات اللي هي أنه بمحافظة حلب بيعملوا جدايل بتنحط بالإيد، فبيبعتوها لأشخاص ما بيعرفوهم بالشام أو بيبعتوها لأشخاص ما بيعرفوهم بحما. بعدين كملنا حما، كملنا وادي النصارى قبل ما تم ترخيصنا كجمعية. الجولات حقول هيك بالعام طريقة عامة أكثر، كانت بتمثل منصة. هيدا المنصة هي
بتدعي الشباب السوريين اللي عندهم مواهب او اللي ما عندهم مواهب انهم يشاركوا بمنصه تطوعيه، بمنصه انه انا شخص بامن بالسلام، بامن انه هو ممكن، فانا ححاول انشره لغيري. فكانت الجولات هي عباره عن هيدا المنصه بمبادراتها المختلفه وبالاشخاص المختلفين. يعني على سبيل المثال وقت رحنا عوادي النصارى كنا 40 شخص من 5 محافظات وطالعين مع بعض حتى نشتغل فعاليه واحده. فهذا الشيء كثير بيعني لنا وبيعني كان لمجتمع وادي النصارى انه بنهايه ما كثير من مختلف المحافظات لهالمنطقه يعني لتقل واحده. تمام، حلو كثير. يعني لما حكيتي بكل هالمحافظات اكيد واجهتكم صعوبات، يعني خلينا نحكي شوي عن الصعوبات اللي واجهتكم، وخصوصا انتم يعني كشباب موجودين مجموعه كبيره لحتى تقدموا فكرتكم لازم يكون في تحضيرات تشبيك مع يعني ناس موجوده هنا. كيف رتبتوا نسقتوا كل اموركم بكل محافظه؟ حقيقه كانت اكبر التحديات هي موضوع التواصل، لان احنا خبرتك كنا فريق ككور تيم او كفريق اساسي من 3 محافظات، فكانت مره ينقطع الاتصالات بحلب، مره ينقطع الانترنت، يعني في ظروف عامه يعني مع بعض. تمام، ممكن ما تساعد. هيدا من الامور الاساسيه، لان حتى كفريق عم ينظم لفعاليه ضخمه فبحاجه نكون موجودين مع بعض. فوقت يكون تواصلنا كله هو قائم على الانترنت او تواصل تليفونات فاكيد بيطلع اخطاء وبيطلع امور ما حاسبين لها او امور نحن ما فكرنا هي حتكون بهذه الطريقه. كان يواجهنا اكيد تحديات بانه نلاقي شركاء او تشبيكات معينه لحتى يتامن مكان، يتامن نحن اماكن نبقى فيها لانه حنبقى 3 4 ايام. نحاول نامن متطوعين يشتغلوا معنا يكونوا مثل موارد بشريه معنا بهي المناطق. هلا الحمد لله هي كانت عباره عن تحديات وتم تجاوزها باغلب المناطق. يعني حاولنا نبني نحن على قدراتنا المختلفه، يعني اللي عنده قدره بالتواصل، اللي عنده قدره بانه يدير موارد بشريه، فتم الاعتماد علينا. يعني انتم ايد وحده ومجموعه وحده تحديتوا كل الظروف وقدمتوا. طبعا صناع السلام يعني اسم لازم يكون على مسمى يعني بالنسبه للشباب الموجودين، للرساله اللي حابين توجهوها كمان. محمد، بدنا نحكي عن يعني ماذا حققت هذه الجولات على ارض الواقع، شو حققت على المستوى الثقافي على المستوى الاجتماعي بين الشباب كمان الموجودين بالمحافظات المختلفه، يمكن تشجعوا ليتطوعوا معكم، كيف كانت بصمتكم ايضا بكل محافظه، ردات فعلا والنتائج بشكل عام. تمام، هلا انا بدي احكي لك من مرحله لما بلش نخطط انه نحن بدنا ننفذ جوله مثلا بالمحافظه الفلانيه، مثلا بالشام، بالسويداء، بحلب. بالبدايه بصير مندور نحن مع مين ممكن نقدر ننفذ هي المبادره، لانه نحن فريق تطوعي ما عندنا التراخيص لحتى نقدر مثلا نروح على مكان معين نحجزه لهذا المكان ضمن موافقات معينه، فندور على الجهات اللي ممكن تدعمنا. بعد ما نعمل مسح لهي الجهات نحاول مثلا نشوف اي الجهه اللي هي فعلا بوقت معين عم تقدم لنا تسهيلات معينه بتساعدنا، وحتى بلحظه ممكن نشوف قديش اهدافها هي بتتقاطع مع اهدافنا كفريق. نبلش نتواصل معهم لهدول الجهات، وبعدها مثلا يكون في ناس متطوعين معنا هن بالاساس بنفس المحافظه، اذا ما كان في اشخاص متطوعين نحمل حالنا مثلا يطلع شخص او اثنين من الفريق يطلعوا على المكان او المحافظه اللي بدنا نشتغل فيها، يتعرفوا على المكان، يتعرفوا على ثقافته، يحتكوا مع المجتمع هناك، يشوفوا حتى المكان ممكن ننفذ فيه الانشطه. بعدها بيرجع بخبرونا شو صار معهم، شو هي التجربه، وبناء عليه بنقرر انه اوكي حنساوي هي الجوله. نبلش تواصل وبنشوف اي المبادرات اللي حتبلش تشتغل معنا ضمن هي الجوله. لما نبلش طبعا بيكون في اعلان، كانت اكبر منصه لنا هي الفيسبوك كمنصه اعلاميه لنحكي عن الجوله لحتى نخبر الناس انه في شيء اسمه جوله شمال اجل السلام حتكون مثلا بالمكان الفلاني بالمحافظه الفلانيه بالوقت الفلاني، وهي مجموعه من الانشطه. كيف نحن نلاقي بصمه الاشخاص معنا او كيف يتفاعلوا معنا؟ من خلال انه نحن مثلا بنفس الوقت نكون عم ننفذ 3 انشطه، يكون في بازار، يكون في مثلا حفل موسيقي عم ينشغل عن التراث، بنفس الوقت يكون في نشاط دعم نفسي مع اطفال، او بيكون في جداريه عم ترسم، او في ورشه. فنحن عم نحاول كنا نتوزع كاشخاص ضمن المبادرات بطريقه انه فعلا نحقق اكبر نتيجه مع اكبر عدد من الاشخاص بوقت بسيط، لانه بالاساس نحن ما فينا نكون نعمل اقامه مثلا شهر بمحافظه، لانه بنعتمد على موارد اصدقائنا ومعارفنا لحتى مثلا المكان اللي ننام فيه، مثلا دعم بسيط باللوجستيات ضمن هيدا الشيء.
هلا كيف نلمس الموضوع بالبدايه من وقت ما تكون جهات قلنا اوكي انا حكون معكم، نحن حابين نكون جزء بنجاح جوله شمال اجل السلام. يبلش مثلا موضوع المتطوعين، الاشخاص اللي هن مثل ما خبرتنا دكتوره لما انه موارد بشريه تساعدنا ضمن الجولات، اشخاص اللي ما بيعرفوا صناع السلام، بيعرفوا مثلا انه بيعرفوا ثقافه التطوع بس حابين يجربوا. لما يجوا يجربوا معنا مثلا بالجوله نشاطاتنا، يشاركوا معنا ضمن المبادرات، فعلا يكون في اثر كثير كبير عندهم. يعني مجرد انتهاء نشاط مو انتهاء الجوله يكون في اشخاص انه نحن حابين كيف بدنا ننضم لكم، شو الاليه؟ وهذا الشيء اللي حفزنا فعلا اخر شيء نشوف يعني كيف ممكن نحن نترخص كتجمع اشخاص. فشغفهم لهدول الاشخاص، سؤالهم بشكل دائم. طبعا صار قبل ما حتى ما نترخص صار في اشخاص يطلعوا معنا، يعني كبر الفريق شوي شوي حتى قبل ما نترخص يطلعوا اشخاص معنا من غير محافظات او يشاركوا معنا ضمن جوله شموع لاجل السلام. وصرنا نوعا ما يعني هن صاروا يشوفوا كيف مواهبهم، يحاولوا ينظموها نوعا ما. الاشخاص اللي مثلا يكون عندهم شيء له علاقه بالرسم بلشوا بموضوع الجداريات، شيء له علاقه بالتيسير موضوع التيسير، شيء له علاقه بالمسرح مسرح الشغل مع الاطفال كمان شغل. يعني هن بلشوا يلاقوا لهم هويه ضمن صناع السلام، وبلشوا هيك شوي شوي يعني يصير عندهم شغف. وحاليا عم نحاول نلاقي اليه لتنظموا هدول الاشخاص بباقي المحافظات، لفعلا هدول موارد بشريه بنعتبرها مو بس لصناع السلام، موارد بشريه موجوده ضمن المحافظات اللي اشتغلنا فيها، وهي امنت برساله السلام نحن بنحملها. فعم نحاول كثير نشتغل على تنظيمهم لهدول الاشخاص لفعلا يبلشوا الخطوه الاولى، هن كاشخاص موجودين ضمن محافظتهم ضمن بيئتهم ويبلشوا يشتغلوا على هذا. يعني هن بيعتبروا متطوعين ايضا، يعني حتى لو ما هم منظمين ضمن الجمعيه، لكن مجرد تقديمهم لاي خلينا نقول تقديم بسيط اكيد هن ضمن هذا الفريق اللي عم ينشر السلام وينشر المحبه بين الناس. هلا بدنا نحكي ايضا عن مشاركتك بضمن هالجولات، شو كان دورك ضمن هي الجوله، لكن بعد ما نروح نحن وانتم مشاهدينا لفاصل قصير وبنرجع مشاهدينا نتابع. رجعنا نتابع حديثنا حول هالجمعية المتنوعة، جمعية اللي لها فعلا نشاطات وبصمة على أرض الواقع. هلا كنا عم نسألك إذا كان لك مشاركة ضمن هذه الجولة اللي انقامت بثمان محافظات، أنت تطوعتي بعد فترة من إقامة الجمعية، لكن مشاركاتك بشكل عام. هلا أنا ما شاركت بجولة شموع من أجل السلام، أنا جيت أنا تطوعت بعد ما تم إشهار الجمعية باللاذقية، يعني يمكن بداية السنة. فأنا كانت مشاركاتي هي ضمن الجمعية، ضمن الأنشطة اللي عم تصير جوا الجمعية. فمثل ما قلت لك مشاركاتي كانت ضمن فريق أسر، وهلا ضمن برنامج الإرث والتراث. كنت حابة أخبرك كمان عن هيدا البرنامج، إنه هو كمان بيسلط الضوء على قديش نحن كسوريين عنا إرث وتراث ثقافي كتير كتير مهم، وعنا ناس كتير بنفخر فيهم بالمجال الثقافي كرسامين شعراء وغيرهم من الخبرات الثقافية. كمان كنت بدي خبرك انه نحن كبرنامج نحن عم نبني جلساتنا واجتماعاتنا اللي هي بتتم مرة بالأسبوع بناء على خبرات هدول الشبابين. نحن بنعمل جلسة وبنشوف هدول الشباب قد ايه عندهم خبرات، وبنعمل جلستنا الجاية بناء على خبرة هدول الشباب بناء على متطلبات الجلسة كيف بدها تكون. وهلا عم نعمل شيء فقرة اسمها فقرة تبادل تراثي، بما انه نحن ضمن المجموعة في اشخاص من اللاذقية، اشخاص من مثلا من الرقة، اشخاص من دير الزور، وعنا يعني عنا اشخاص من 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 مختلفة من ضمن سوريا. فحبينا نعمل شيء اسمه فقرة تبادل تراثي. هي الفقرة هي انه بدنا شخصين من ضمن هيدي المجموعة يحضروا لنا شيء له علاقة بمدينتهم، شيء تراثي ان كان عادات تقاليد تراث مادي او لا مادي، شيء ثقافي،
في حدا قال انه هو رح يضوي على مثلا نوتة موسيقية اللي هي طلعت من اوغريت، هي كانت اول نوتة موسيقية بالعالم اسمها اصداء اوغريت. فنحن هيك حبينا نعمل هي فقرة التبادل التراثي، هذا شيء يمكن يساعدنا لبعدين نقدر نحن من خلال هيدا البرنامج نطلع بدليل. هيدا الدليل رح يكون دليل ممكن نعطيه لمجموعات ثانية، لجمعيات ثانية ممكن تستعمله. حتى في شيء كمان مثل ما بتعرف دكتورة لما في شيء عم نعمله هو مثل تبادل مصطلحات ولهجات، فعم نعمل كمان دليل لهجات. عملنا شيء انه كل حدا بحكينا عن هذه اللهجات، يعني حابين هيك ندخل اكثر بتفاصيل يعني خاصه بهالفعاليه باعتبارها فعلا يعني اليوم ضروريه كثير تبادل الثقافات بين محافظه ومحافظه. يعني طبعا نحن كلنا سوريين لكن في بعض الكلمات مثل ما يعني نوهت شوي الدكتوره، لكن احكي لنا اكثر. يعني نحن من هيدا المنطلق حبينا انه مثلا الاشخاص الموجودين ضمن المجموعه يصيروا يتبادلوا هدول المصطلحات مشان نخلق هالجو الالفه، مشان كلياتنا نصير على اطلاع على هدول المصطلحات. عم نحاول انه نوثقها كمان اليوم. هلا بعض المصطلحات اذكري لنا اياها، يعني حابين نتعرف اكثر لانه فعلا هي فكره جديده وكثير هامه اليوم بتعمق فعلا التراث السوري. يعني من منطقه لمنطقه بتختلف بعض الكلمات اللي هي فعلا يعني كل شخص بكل محافظة بيلاقي الشاب بالمحافظة الثانية أو الفرد بالمحافظة الثانية أجمل كلماته. اليوم هذا التشبيك بين أفراد الشعب السوري من خلال هاي الكلمات، احكي لنا بعض المصطلحات اللي ممكن أنتم صادفتكم أو اشتغلتوا فيها أيضا. هيك هلا بما أنه أنا العدقانية فكانت مثلا الكلمات الحلوة مثلا أنه خاشوقة معلقة هي وين بأي محافظة؟ العدقانية. العدقانية في مثلا حدا قالنا أنه في شيء اسمه جقمة من محافظة يمكن. هي خاشوقة كمان تنقال يمكن تنقال حتى بمحافظات أخرى. الكلمة الأساسية اللي قالتها الدكتورة يمكن عين هي لادانية، وأيضا بعض المصطلحات الأخرى اللي أنتوا يعني قدمتوها بين مبادرتكم شو هي؟ هلا انا عم حاول هيك اجمع لك معلوماتي بس لما فينا تساعدني لما بتكون موجوده معنا خلال الجلسات فهي ذاكرتها كمان قويه. ايه هلا حقيقه نحن شو عم نعمل مثلا بيطرحوا هن معنا الكبار بالعمل بيحطوا مثل شماخ او شيء على راسهم، فبصير كل منطقه بتقلنا شو اسمها من منطقتها يعني كل المنطقه، فنحن كلهم بنوثقهم لانه حقيقه هن صعبين نحفظهم. يعني نحن يعني انا مثلا هن كلمات من التراث. يعني هلا انتم من اللاذقيه الكلمات اللي اكثر شيء انطرحت انطرحت كلمه ساكو اللي هي تعني جاكيت يمكن هيدي لاذقانيه. في كلمات هي حقيقة نحن عم نسلط الضوء على موضوع التراث كيف بيصير أصلا بالمجتمع، يعني كيف بينبنى هذا التراث حتى أو يعني بالمحافظة لوحدك بين منطقة ومنطقة ممكن تختلف تماماً. شوي اللهجة كمان حلو يعني ينطرح هذا الموضوع تماما. في كلمة اسمها جق منبق معناتها ملبن ايه. فنحن كمان تفاجئنا فيها كانه هي كلمه ما سمعانينا قبل فكانت كلمه حلوه. في حدا قال يمكن فرش خانه فهي فرش كانت خانة. يا السفايه يا المكنسه ما عاد اذكر فنحن بنقول سفايه هن بيقولوا فرش خانه. فيعني في كثير يعني انت بتتفاجئي انه هي نفس الكلمه بس عن جد لها كثير معاني. حلو كثير. كمان مهيار اذا بتحكي لنا حضرتك كموارد بشريه تعاملك مع الناس، حكيت لنا شوي بالخط العريض خلينا نقول عن شغلك او فعاليتك مبادرتك ضمن الفرق اللي اشتغلت فيها، لكن خلينا ندخل شوي بالتفاصيل عن عملك ونشاطك ضمن هاي الجمعيه. مثل ما بتعرفي هي الجمعيه جمعيه تنمويه فكتير بتهتم بتنمية القدرات عند الشباب الموجودين بقلب الجمعية. كل فترة بيكون في ورشة تدريبية بيكون فيها ناس هيك يعني بهدون بيكون شوي أخصائيين بورشة معينة، مثل مثلا صار في ورشة مسرح تفاعلي ففي ناس هيك معينين من زمان عندهم خبرات حلوة كتير بيقدموها للناس على مدى مثلا 6 أيام. صار ورشة مثلا مهارات تيسير كمان أشخاص قدموها لهيدي الورشة لناس جوا الجمعية. بتحسي الناس عندها شغف انها تتعلم وحابه انها هيك تتطور بمجال معين له علاقه بالتطوع له علاقه بالجمعيات. انا كشخص هون يعني بساعد، ممكن يكون كمان شخص دعم بقلب هيدي المجموعه شو بتطلب الورشه شو ممكن ساعدهم فيها حتى بمجالات معينه. قلت لك انا بدخل كثير بموضوع التفاصيل كل البيانات الافراد نحن بنحطها عنا بنحط هو لشو خضع ورشات تدريبيه لشو تدرب مشان تكون هي معلومات موجوده حتى له بعدين. ساعات تطوعيه اللي قضاها هو بالجمعيه كمان نحن بنحب نوثقها تكون موجوده.
لكل شخص من الأشخاص. أنا كشخص غير موارد بشرية، أنا من ضمن فريق الفن والسلام. هو كثير شيء أنا بيعني لي هذا الموضوع، يعني موضوع الفن والسلام. نحن مجموعة مع بعض بنحاول نستفيد من خبرة كل شخص بمجال معين، ممكن شعر، ممكن رسم، ممكن مسرح. بنفس الوقت أنا كنت حضران لورشة المسرح التفاعلي، وأنا من ضمن فريق المسرح، فأنا أدران بالفن والسلام، أخدم بهذا الموضوع بقصة المسرح. في يعني بتشوفي انه في ناس عندها شغلات كثير من قبل هي ما كانت تطلعها وما كانت تحكيها، لما صارت موجوده بقلب الجمعيه وصار في مجال انها تقول انه انا بعرف اكتب شعر. اوكي نحن بنسمع الشعر اللي يعني في ناس بتقول انا بعرف ارسم، يعني انا بعرف ارسم ما صار مجال اني ارسم. فبنشوف نحن كل شخص شو عنده، بنحاول ان نحسن ونطور هيدا الشيء. انا بساعد بمجال اداري اكثر، لانه بيجوا ناس مختصين اكثر مني بكل مجال معين ممكن يقدموا فيه هيدي الورشات اللي بتصير. نعم، يعني هو انا هون كان سؤالي، كيف تخصصتوا انتم بكل شخص فيكم؟ كيف تخصص بمجاله حضرتك كموارد بشريه؟ هلا مثلا تخصصت خلينا نقول بهيدي الفعاليه بشكل خاص، كل حدا تخصص بشيء هو نابع من ذاته، بشيء بخصه ممكن. خلينا نحكي عن هيدي الفكره، فعلا هي كثير حلوه وبتخدم لو بتكون شيء ملامس للذات، اكيد راح تقدم بطريقه اكثر ما تكون مفروضه. فكموارد بشريه حضرتك كيف اختصيت فيها؟ هلا انا من قبل عامل مثل يعني حضران مثل ورشه لها علاقه بموارد البشريه. انا دراستي ادب انجليزي، عندي خبره بالشغل طويله، يعني انا حوالي 7 سنين مقضى بشغل، فهيدا الشيء ساعدني اني اكون انا جوا الجمعيه. عندي كثير شغل على الكمبيوتر وعلى موضوع الداتا وعلى موضوع الناس، فقدران انا اخدم بهيدا الموضوع. هلا الحلو بقلب الجمعيه انه الافراد الموجودين مثل ما حكوا شوي هن فرق، فعملوا مثلا فريق طبي، فريق طبي مجتمعي، عملوا فريق مثلا من مجموعه مهندسين، عملوا الفرق المتنوعه، فريق مسرح. فنحن كل حدا بنشوف انه هو شو المجال اللي بحبه، شو المجال اللي بحب يشتغل فيه. ممكن تلاقي مهندس بفريق ثاني هي ما أنا حكر، بس هن الناس بتنبسط لما بتجمع مع بعضها، بتلاقي حالها انه هن مجموعه من الناس قدرانين يتبادلوا خبرات ومارقين بسنين معينه، ان كان بالطب او صيدله او حتى مهندسين، بتشوفي هنا بيتبادلوا خبرات بين بعض، كثير كثير شغله حلوه. فهون قدر كل شخص انه يتخصص بمحل معين بفريق هو بحبه. حتى برنامج الارث والتراث هو شيء بيلمس كل حدا، كل شخص جواته. فبتحسي انه كثير عالم بتتشجع على هذا الموضوع، بتحب هي تشوف شو كان صاير، وبتحب تعرف انه هي اليوم عم تقوم بعادات وتقاليد هي كانت موجوده من زمان وهي لهلا بتمارسها، بس هون بتسلط الضوء عليها اكثر كهيدي ارث وتراث سوري. وبتشتغل على توثيق يعني هالحضاره القديمه، هو العمل الاهم اليوم مثل ما حكينا هلا بين الشباب السوريين. دكتوره يعني مثل ما حكينا انه اليوم في جمعيات كثيره كله فيها شباب متطوعين، كل حدا عم بيقدم رساله هادفه للمجتمع السوري، وخصوصا بالظروف اللي عم نمر فيها اليوم. يعني التشبيك مع الجمعيات الاخرى والتعاون معها كيف عم بيكون من خلال جمعيتكم؟ في جهات ايضا داعمه، منظمات معينه، احكي لنا عن هذا الجانب. حقيقه نحن بنآمن بقيمه اسمها جزء من كل، يعني نحن المجتمع السوري هو كل ونحن جزء من هذا المجتمع. فكل جمعيه هي اخذه مسؤوليه مجتمعيه باتجاه قطاع معين تشتغل فيه، يعني جمعيات اطفال، جمعيات نساء، جمعيات شباب. نحن كثير بنآمن بالتشاركيه وبنآمن بالتعاون، لان اذا ما كنا بنآمن بانه نحن جزء من الكل السوري فنحن ما حنقدر نرفع سويه المجتمع، لانه اذا نحن عم نشتغل لحال جمعيه ثانيه عم تشتغل لحال اثر ما حيكون مثل وقت نشتغل مع بعض. فكثير بنآمن بالتعاون، كثير بنآمن بالتشاركيه. من الامور اللي شاركنا فيها من قبل هو ملتقى نظمته الغرفه الدوليه الفتيه JSAI كجمعية، كانت حقيقة بداية إشهارنا كجمعية. كان كتير في جو تعاون وتشبيك مميز بين الجمعيات الموجودة. كان في كمان ملتقى المجتمع الأهلي الأول نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع جمعيتين، أرسم حلمي وجمعية إيسار. كمان كان لنا مشاركة من ضمن 30 جمعية. حقيقة كانت الملتقين هن منصة حتى نحن نقدر الجمعيات الثانية تعرفنا، نحن نعرف الجمعيات الثانية، حتى نقدر نتبادل خبرات، يمكن نحن
يدربوا متطوعين عشي معين، نحن ندرب متطوعين حتى الأفكار والرسالة يعني عم تكون طبعاً. لهدف واحد طبعاً. ولنشر يعني السلام بشكل عام، هذا يعني عنوان عريض لكل حقيقة. الجمعيات ممكن تقدم من خلال تطوع الشباب السوريين لخدمة المجتمع السوري اليوم. يعني قبل ما نختم حلقتنا حابين نعرف من كل شاب فيكم، بديتوا مثل ما ذكرتي بعدد قليل، صرتوا اليوم عددكم كبير وجمعية أساسية لتقديم ولنشر السلام بين الشباب، طموحاتكم المستقبلية رح نبدأ عفوا من عندك محمد. على صعيد شخصي وعلى صعيد جمعية؟ على صعيد الجمعية وعلى الصعيد الشخصي شو بتحب تفضله؟ هو بالنهاية الصعيد الشخصي هو عن جد صار جزء من جمعية صناع السلام. يعني فينا نقول بهالفترة عم نحاول نمكن كثير عدد كبير من الشباب. نعم يعني هي رح تكون رسالتك لسوريا ورسالة كل شاب من حضراتكم يعني لسوريا اليوم بنهاية الحلقة. هلا أول شيء هو موضوع تمكين، عم نحاول كثير نشتغل على موضوع تمكين ليقدروا ينقلوا رسالتهم هن كمان هدول الأشخاص لسوريا، ورسالتي بشكل عام لسوريا إنه نترك مساحة عن جد للسلام، بلش عنهم كأشخاص بلش ننقله، هي عن جد عدوى بتنتقل بين الاشخاص موضوع السلام، بلش من عندي انا كشخص لحتى اقدر انقل هيدا الشيء لاشخاص ثانيين ويصير مفهوم كثير واضح بالمجتمع. وهلا يعني انت هلا لك سنه متطوعه ضمن هالجمعيه، قدمتي مبادره كثير حلوه هلا حكيتي لنا عنها، وفعلا هي مبادره اساسيه من المبادرات لازم تكون موجوده باي مبادره، يعني هذا التراث الحضاري والارث لازم يكون حاضر بكل مكان. احكي لنا رسالتك لسوريا اليوم شو هي ومشاريعك المستقبليه؟ هلا مشاريع المستقبليه اكيد مثل ما قال محمد هي الجمعيه وصناع السلام، لانه هي عن جد صارت جزء من حياتنا. وفيني كنت اقول لك انه انا لاني ام لولدين بتمنى اني انا اكون مثال لهم لحتى هن بعدين يحملوا هيدي الثقافه وهيدي الرساله اللي نحن عم نحاول نوصلها اللي هي نشر السلام. بتمنى يعني انا كشخص عم بدي وجه رساله لكل حدا سوري انه عن جد كن انت التغيير الذي تريد ان تراه في الاخرين، لانه اذا كل حدا مننا ببلش انه يغير شوي يساعد شوي اكيد بيوم من الايام رح نوصل للي نحن بنطمح له. تماما، يعني الانسان بيبدا من نفسه ومن ذاته، هي عمليه التطوع هي عمليه ذاتيه من البدايه. دكتوره لمى من المؤسسين لهذه الجمعيه، شو بدك تقولي لسوريا اليوم بعد ما وصلتوا وصار عددكم كبير وصار جمعيه اساسيه عم تنشر السلام فعلا؟ رسالتي هي انه نبني دائما على الموارد والنقاط القوه اللي عندنا اياها كسوريين حقيقه، لان نحن على التراكم الحضاري والثقافي والارثي الموجود ننطلق منه ونآمن انه السوريين مثل ما كانوا صناع السلام سابقا عبر الحضارات كلها، هن عن جد قادرين يكونوا صناع سلام بالمستقبل، فهي رسالتي العامه. مهيار كمان حضرتك متطوع من فترة قريبة، احكي لنا عن طموحاتك ورسالتك لسوريا. هلا طموحاتي يعني انا مستمر بهيدي الجمعية، عندي شغف كثير وعندي وقدران اعطي وقت كثير بقلب الجمعية، لانه انا عندي ايمان انه الاشخاص قدرانين يعملوا شيء هيك يتركوا شيء ايجابي دائما بالمجتمع. رسالتي لسوريا ولكل السوريين انه أنا بآمن إنه كل فرد في عنده شيء جواته قدران يعمله ويقدمه للمجتمع، وهو رح يكون رح يترك هيك تغيير إيجابي ورح يساهم بنشر السلام. فأنا بقول دائما إنه نحن بسوريا أكيد يوما ما رح يكون السلام موجود بوجود هيدون الشباب اللي أنا عم شوف جزء منهم بالمجتمع بقلب الجمعية. أنا واثق إنه هيدا الجزء هو موجود بكل سوريا وبكل محافظة بسوريا، فنحن يوما ما اكيد رح نوصل لهيدا الموضوع ورح يكون الاشخاص هيك شايفين حالهم انه هن فعلا رجعوا ورجعوا البلد مثل ما كانت واحسن ان شاء الله. بدي يعني رحب فيكم وبدي لكم شكرا لحضوركم معنا بختام هالحلقة من حلقات المشهد الاجتماعي، فعلا كنتوا مشهد اجتماعي سوري متميز للشباب السوريين، شكرا لكم. اهلا وسهلا. مشاهدينا في ختام هذه الحلقة بتمنى نكون قدمنا لكم شيء مفيد من خلال الشباب السوريين يلي دائما عم يسعوا لنشر السلام. لكم منا أطيب تحية لأرض السلام والمحبة لسوريا، إلى اللقاء.